ديالي كيصبحتوا لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، المهم انا راني مازاله دعوا معايا. اليوم ان شاء الله موعد الولاده، دابا هادي 9 قل تولوت. مهم فقط لبست حويجاتي وفيا الموت المود العطش. من 12 الليل حبست الماكله وحبست الماء، وصبحت عرفتي لك حلقي صباح مسدود. مهم نط خملت الدنيا هانتوما، يعني جمعت اللي غيتجمع، ديك الدايا الملايه، لافاليز ديالي، الصاك ديال البنيته. مهم كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه، وحتى الا نسيت شي حاجه سي محمد راه غادي يمشي يجيبها لي. دابا كنساين ماما وبابا غادي يجيو عندي باش هكا ماما تولي تراقب داكشي تشوف شنو كاين، وصافي ان شاء الله ملي غادي نمشي للطبيب كلشي التصوير غادي يكملوا معكم سي محمد. مهم بالنسبه للولاده بزاف ديال البنات دخلوا عندي وسولوني، قالوا لي فاتي قلتي لينا غادي تمشي للطبيب وغادي تقولي لنا الولاده، الولاده غادي تكون قيصريه يعني غنولد بالعمليه، داكشي علاش غاديه في هاد الوقيته هادي. وكما كتشوفوا يعني ما فيا لا حريق لا حتى شي حاجه، غادي نمشي عادي. ان شاء الله كلشي يدوز على خير وبخير. دعوا معايا وان شاء الله الله يثبتني باش ندعي مع كاع البنات وكاع الوليات اللي طلبوا مني ندعي معاهم ان شاء الله يا رب العالمين، الله يثبتنا وصافي. مهم خليكم مع هذا الفيديو هذا، ما عرفتش صراحه شكون اللي غيصور ولا شنو غيتصور ولا شنو غادي يكون فيه. مهم كيف ما جا ان شاء الله نهار اللي غادي نرتاح غادي نمونطيه لكم ونحاول نوضح لكم اذا كانوا شي حوايج ما واضحينش فيه، وصافي يلا خليكم معانا. Thank you.
زرقاش. وصافي الغزالات، هنايا النهار الثاني عطوني هنايا خضيره كيف ما كتشوفوا مفوره مع شويه ديال الدجاج، صراحه بنينه. غير انا ما قديتش ناكل، راكم عارفين مازالت العيانه، مازال ما كنقدش ناكل شي حاجه قاصحه. الشليضه هنا ديال الروز والطون، وهنايا عطوني دانون. وبغيت نشارك معكم واحد القطع على البوفي ديال مدام خديجه ومسيو سي محمد، اللي الصراحه داكشي غزال. غتلقاو كلشي ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله. اسمحوا لي بزاف صراحه ما كنقدش نهضر، والحمد لله راني مزيان. شكرا لكاع الحباب اللي سولوا فيا، الله يخطيكم. ما كنقدش نهضر بزاف على حساب الجرح، داكشي علاش يعني اغلبيه كنجاوب غير كتابه اولا كنخلي سي محمد هو اللي يهضر معاكم. والحمد لله ما بقى قد ما فات. كنت باغا نصور لكم داك الوقفه وداك الموضع اللي غينوضوني، ولكن ماشي يعني السيستم تبدل، ماشي بحال اللي كنت في نزار كانوا نوضوني حتى النهار الثاني. دابا لا، دابا نوضوني في النهار الاول، يعني النهار الاول نوضوني تمشيت والحمد لله. يعني الحريق كاين ولكن الصبر عند الواحد ما يدير. البنت راه ناعسه دابا. المهم انا غادي نتغدى باش غادي ناخذ الدواء ديالي، وان شاء الله اي حاجه كانت كنشاركها معكم.